سيا صفصة. ولا انتي؟ لا صفصة يا قمر. سيا ولا هي؟ تعرفي داخل ايدي، روح طعمي القطتكم ماتت من جوع. ايه رايحة معك؟ شو عم تعملي هون؟ امي وقعت على ظهرها يا ابي. شو عم تحكي؟ دخيلك مصيدك لحق شوي. وعي وعي. خليني ان شاء الله شو في عنده بالبيت. بعده هيك؟ شبك؟ شو اللي صار معك؟ دخيلك لقى الولد يا ابو حاتم. ولك الولد والمعفريت؟ انت شو صار معك؟ حس ظهري انكسر نصين. مصيدك يا ابو حاتم تروح تنادي للدايه بركي تلحق الولد. ولك عندي قصوصة ضفرك بولاد الدنيا كلها. عم تفهمي؟ عم تفهمي؟ إذا بتريدي بتروح بتنادي لأبنك مصيدك. مصيدك يا أبي، مصيدك يا أبي، مصيدك. نجيبه بركي تعطي يا دواي طيبة. ان شاء الله خفي رجلك يا انزكي، خفي رجلك. لك على عيني يا اخي ابو حاتم، انت سبقني تأمرني روح وهلا انا لحقتك. الله يملك اياها بالسلامه يا حق. خير خير ابو حاتم، شو في؟ ابو حاتم يا ابو غسيل. خير شو بها؟ شو هالحكي؟ انا اجيت خبرك منشان اذا حبيت تبعت حرمتك لعند اهل اخي. فوت لك ابو غسيل، فوت شرب لك كاسه شاي. غير وقت اخي، السلام عليكم. الله معك. شريفة. نعم ابن عمي. تركي من ايدك ودكي بلايتك بسرعة. ليش ابن عمي؟ بدي وصلك شوي لعند اهلك. خير ابن عمي؟ شو في؟ لا ما في شي، بس امك تعبانة مشان تروح تشق عليها. وليه؟ وليه علامتي عليك يا امي؟ دخيل الله، دخيل الله على الوجع. دخيل اسمك يا رب، يا رب، يا رب دخيلك. يا رب، يا رب، يا رب تلطف بهالولد وفيه. دخيل اسمك. موجوعة يا امزكي، موجوعة، موجوعة. دخيلك يا ربي، يا ربي لطفك يا رب. اخ يا امو، يا امو على الوجع. شو يا امزكي؟ طمنيني هالولد دخيلك. يا رب تعافينا يا حي، يا رب، يا رب داخلين عليك يا رب. يا ابي امي بدك تموت شي؟ لا يا ابي، لا لا يا ابي، تعي تعي عندي. لا يا ابي لا، الله يعافينا يا حي يا ابي. افتحوا الباب يا ابي، افتحوا الباب. الله خير عمي خير. شو صاير يا بي؟ شو صاير مع امي يا بي؟ مرت عمك وقعت من على الدرج على ظهره. قولي قولي على عبد عليك يا امي. ان شاء الله ما صاير لها شيء عمي. ولا ما بعرف. مزكي عندها جوع، تفحصها يا امو. ان شاء الله خير، ان شاء الله. شو في امزكي؟ في شي الولد؟ يا رب، لا تقوليها، بوس ايدك لا تقوليها. الله يعوضك خير يا ابو حاتي. وام حاتي؟ ام حاتي تعبانه وبدها مين يداويها، يمكن مكسور فيها شي. يا رب. انت متاكده يا امزكي؟ أنا هيك بين معي وما بقدر أعمل لها شيء. خاطركم.
حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. روي عمي روي. روي قوم خلينا نشوف لنا مجبر. قوم الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله عمره ما صار مثل محمد ولا حدا اكل منه يا ابو. نصيبي يا ابو نصيبي. وهلا شو عم يوجعك تقبريني؟ ظهري حاسسته مكسور. مالي قدراني احركه يا ابو. يبعث لي حما عليك يا ابو. يبعث لي قتل الهي. مالي قدراني احمل الوجع. مالي قدراني. وانتو ليش تركتوها تطلع على السطوح لحالها وهي بطلة حلقة؟ والله يا عمي ابو حاتم انا ما بعرف جبر. بعدين عدم مؤاخذة يعني هي بدها حرمة تجبرها. مين في عنا حرمة بتجبر بالحارة خالي؟ ما في حدا خالي، ما في حدا. سالم مين خالي؟ روح انت اسأل عصام او امرك. امرك. عمي ابو حاتم. يا عمي ابو حاتم. شو بيفوتني على حرمي انا الثاني؟ ابو الروض الله يحن عليك، بدي اياك تنط على حارتكم وتجيب لي هذا الحكيم اللي جبته ديك اليوم لابو ابراهيم قبل ما يموت. لا عمي ابو حاتم، هذا ممرض ومو خرجوا هيك شغله. في بحارتي انا حكيم جديد ما صار له زمان جاي من فرنسا ودارس طبابه هني. كل اللي تداووا عنده عم يقولوا انه شاطر وبيعرف يداوي كل شيء. لكن بسرعه روح نادي له لك رياض اوام. حاضر عقيل. دي انا رايح معك. امشي امشي. انا بدي اروح معك. الله ينظر لك بالشفاء يا مرت عمي. بدك شي يا مونا ري؟ لا مع السلامة يا مو. الله معك. يلا امسكي يلا. يلا تقبريني يلا. يبعث لي حمى عليها الولد اللي ببطنه مات من الوقعة. هلا المهم صحتها هي يا امسكي. بطلوا يا حبيب. زكي يا عمي زكي. يا مو الله يرضى عليك يا عمي. نحن قطعنا عندك. اي نعم. تفضلوا. يلا يلا تفضل حكيم تفضل. شريف شريف شريف. يلا يا بنات طلعوا حطوا على راسكم بسرعه، لا تنسوا تشقوا على اخواتكم الصغار. جيبوا لي غدا بطريقكم. ممكن تساعديني يا حجه بفحص الست ام حاتم؟ والله انا ما بعرف يا حكيم. مين ممكن يساعدني الفحص؟ اذا بدك انا بساعده يا بي. ايه ايه يا بي ايه. فوتي شو علي فوتي. امسكي لو سمحتي. دخيلكم. حطي السماعة على البطن لو سمحتي. على القلب. تفضلي خالي تفضلي. سلام عليك. طمني حكيم. خير ان شاء الله. بس في عندك كسر بالحوض. يا لطيف. بس صغير. شو يعني؟ يعني بدها راحة طويلة. والولد الميت اللي ببطنه شلون بدنا ننزله؟ اعوذ بالله، مين قال الطفل ميت يا سيد ابو حاتم؟ يعني الولد اللي ببطنه ماله ميت؟ حالة جيدة جدا. الحمد لله الحمد لله. الله يبشرك بالخير يا رب، الله يبشرك بالخير. انت متأكد انه الولد مو ميت حكيم؟ طبعا يا حجة. يو غريبة، شلون بين معي انه ميت؟ تفضل حكيم تفضل تفضل. يلا يلا. لازمها استراحة طويلة يا سيد ابو حاتم. قديش يعني حكيم؟ يعني اقل شيء بدها 40 يوم. يا لطف الله. ماشي، المهم انها طيب.
واللي بدي اياه منك انه من هون لعشرة ايام ما تتحرك بنوب، يعني ظهرها ما تحركه ابدا. ابدا خلص تقعد وما بتتحرك. وانا هلا عم بكتب لك على شويه ادويه، بتروح عند الفرمشاني وبتجيبها من عنده. على راسي كلهم بجيبهم. وباذن الله بيقول لك شلون تستخدمهم. ماشي. والبيض والحليب ما بينقطعوا من عند بنوب. اعوذ بالله، اذا بتطلب لبن العصفور بجيب لها اياه. شغل. الله يسلم ايديك يا رب. الشفاء. الله يبارك فيك. حكيم حمزه. امرني سيد ابو حاتم. انت وين دكانتك؟ يعني وين بتشوف الضعف اللي بيجوا لعندك؟ انا ما عندي دكانة، انا بداوي مرضاي عندي بالبيت. طيب شو رايك تجي لعنا على الحارة ونلاقي لك دكان وتقعد فيه على طول؟ انا بناسبني بيت شغلة غرفتين. عنا بيت فاضي وطلبك. يا ريت يا سيد ابو حاتم. خلاص من بكره باذن الله بتجي لعندي بورجيك اياها، ان شاء الله بتعجبك. باذن الله بكره انا واغراضي كل